قعدنا نهزر ونضحك ونقول نكت وبنرقص. كان في مره فكهاني راح بيت الرعب مات من الخوخ. اقول لك حاجه؟ والله ما انا قايل. انت نفسك تمثل مع مين تاني؟ مع استاذ عادل امام، استاذ محمد امام، استاذ امير كراره، تامر حسني. احكي لي كده عن تفاصيل الشخصيه اول ما اتعرض عليك. الله يبارك في حضرتك. انا علي ابن استاذه غدا عادل، وانا بعاني من مرض هو التوحد، وانا ونديم بنتقابل كتير مع بعض، وانتوا بقى تتفرجوا وتشوفوا. قعدت مع اطفال عندهم توحد او قعدت مع دكاتره قالوا لك المفروض تعمل ايه، تتكلم ازاي، التفاصيل؟ انا ما قعدتش مع حد، يعني المخرج وماما وجده قالوا لي انا المفروض اعمل ايه، وانا عرفت ان هو ما بيحبش حد يلمسه الا الناس القريبين منه قوي، ان هو ما يبصش يعني لحد في عينه، ما بيركزش في عين حد، بيبص يعني يمين او شمال. و يعني ان هو هادي وماسك فيس نو رياكشن حرفيا. انا ملاحظه ان اللي بيذاكر لك الشخصيه ماما وجده، هم اكتر ناس اللي بيقعدوا معاك ويحفظوك ويذاكروا. ايه النصايح اللي بيقولوها لك؟ يعني ما فيش نصيحه، يعني هم قالوا لي نفس اللي انا لسه قايله لك، هو نفس كده يعني. هم اللي بيقولوا لي المفروض اعمل ايه، وانا بقى بروح بعمل اللي انا المفروض اعمله، يعني انا ببقى مركز وببقى عارف انا المفروض اعمل ايه، فعرفت المفروض اعمل ايه بقى والحمد لله. قول لي عن اول مشهد ما بينك وما بين غاده، قالت لك ايه بعد ما صورت معاها المشهد؟ احنا كنا قابلنا بعض قبل كده ومثلنا مع بعض حاجات قبل كده، فقالت لي ايه ده ادم عامل ايه، وانا بقول ان قابلتك فين قبل كده. وقعدنا نهزر ونضحك ونقول نكت وبنرقص. قولي النكته اللي قالتها لك. مش فاكر بس هي كانت بتضحك. ثانيه افتكر. اي حاجه. كان في مره فكهاني راح بيت الرعب مات من الخوخ. قابلت طه الدسوقي في مشاهد، اتعاملتوا ازاي؟ الكواليس كانت ما بينكم عامله ازاي؟ احنا برضو مش اول مره نقابل بعض، قابلنا بعض قبل كده ونفس الحاجه، نفس الحكايه، قعدنا نهزر مع بعض ونضحك وكده يعني، ونقول نكت ونرقص. ادم انت نفسك تمثل مع مين تاني؟ مع استاذ عادل امام، استاذ محمد امام، استاذ امير كراره، واستاذ تامر حسني، استاذ محمد هنادي وكده يعني. اكتر فيلم حبيته لمحمد هنادي؟ نبيلة الجميل او خصائص تجميل. فاكر افيه منه؟ افيه؟ لا مش هفتكر افيه طبعا، انا متفرج عليه من شويه يعني فكده. بتحضر ليه جديد في 2024؟ سينما ولا دراما؟ اقول لك حاجه؟ والله ما انا قايل. والله ما انا هقول. مش تعترف؟ انت قاعده لسه شايفه ايه؟ انا ما قلتش لحد. والله ما انا قايل لحد. ده في، لا ده داخل خناقه؟ لا مش داخل خناقه، يعني انتوا ليه عايزين يحرق؟ انتوا تتفرجوا، بصي اتفرجي على كل حاجه، كل حاجه يعني هتنزل وهتشوفي انا فيها ولا لا، هو كده ماليش دعوه. ماشي؟ لا انت عمرك مش هتعملي كده.